نروح لمباريات أقيمت امبارح في إطار كأس مصر. كنا بنتابع 4 لقاءات انتهت بفوز الفرق اللي احنا متعودين عليها اللي موجودة في الدوري الممتاز بشكل طبيعي جدا، ما حصلش مفاجآت حتى الآن في دور ال 32 زي ما احنا متعودين دايما في نسخ كأس مصر. إمبي بيحقق الفوز بثلاثية على لافيانا، البنك الأهلي بيفوز ب3 أهداف مقابل هدفين على شبان إنا، المصري بيحقق فوز ب3 أهداف مقابل هدف وحيد على بترول أسيوط وبداية موفقة للكابتن ميمي عبد الرازق، والمقاولون بيفوز برباعية على فريق الحمام. تفاصيل اللقاءات: المباراة الأولى جمعت إمبي مع لافيانا وانتهت بفوز كبير وسهل لنادي إمبي بثلاثية سجلها أحمد أمين أوفا في الدقيقة 45 وأحمد العجوز في الدقيقة 70، إبراهيم جلال في الوقت بدل الضايع، وكمان نجح الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي إمبي من بعد توليه مهمة تدريب الفريق إنه يعدل كتير من وضع الفريق في ترتيب الدوري بعد ما كان في المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الدوري، اطمن بشكل كبير على بقاء إمبي في الدوري بجانب انه تأهل امبارح كمان لدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر. المباراة الثانية كانت أكثر إثارة على ملعب استاد القاهرة الدولي، جمعت ما بين البنك الأهلي مع شبان إنا وانتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين. افتتح التسجيل شبان إنا في الدقيقة 30 عن طريق عبد الرحمن أحمد، بعدها وقبل نهاية الشوط نجح مهاجم البنك الأهلي موسى ديوارا إن يكون بيسجل التعادل في الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 55 سجل أحمد صابر في مرماه هدف تاني للبنك الأهلي، ثم سجل محمود قعود الهدف الثالث في الدقيقة 59 علشان يكون بيأمن تماما فوز البنك الأهلي، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 87 سجل عبد الله هاشم لشبان إنا الهدف الثاني من ركلة جزاء علشان تنتهي المباراة بفوز جالي للبنك الأهلي، وأداء جيد من لعيبة المدرب الكابتن حمادة الخطيب المدير الفني لنادي شبان إنا. بالنسبة للمباراة الثالثة واللي جمعت ما بين المصري مع بترول أسيوط على ملعب الجيش في برج العرب، ودي أول مباراة زي ما احنا عارفين للجهاز الفني الجديد للنادي المصري بقيادة الكابتن ميمي عبد الرازق. فاز النادي المصري بثلاثية مقابل هدف بعد ما كان متأخر بهدف سجله مراد صبري في الدقيقة 4، نجح إسلام عطية في التعادل في الدقيقة 34، وبعدها كمان سجل رجب عمران في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني وفي نهاية المباراة سجل مرة تانية رجب عمران ثالث أهداف المصري في الدقيقة 89 عشان بكده يكون يتأهل النادي المصري للدور ثمن النهائي. المباراة الأخيرة واللي جمعت ما بين المقاولين العرب مع الحمام اللي انتهت بفوز ذئاب الجبل برباعية دون رد، سجلهم جون أوكلي في الدقيقة 20 وعمر فتحي في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 87 الحبيب أحمد سجل الهدف الثالث، وفي الدقيقة 90 ختم التسجيل محمد سالم بالهدف الرابع علشان يتأهل المقاولين. ولحد دلوقتي شعار كأس مصر لا مفاجآت، كل فرق الدوري الممتاز تأهلت للدور الثاني بدون أي مفاجآت من أندية القسم الثاني.
يا حرام عليك يا اخي.